السلام عليكم، مرحبا فيكم في الحلقة الرابعة من تختيم لعبة كراش 1. كالعادة قبل لا نبدأ لا تنسوا اللايك وانكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهات اول ما تنزل. ويلا بدون مقدمة زيادة خلونا نبدأ. اوكي، في الفيديو اللي راح خلصنا كل المراحل الموجودة في الجزيرة الثانية، وصلنا الى الجزيرة الثالثة والاخيرة كما اعتقد، فبنقول هير وي جو مع مرحلة هيفي ماشينري، المعدات الثقيلة. اوه في مراحل صعبة. اوكي هذه يمكن صعبة. اوكي هذا يطيح طبعا. هذا اللي لمسته بتجمد، هذا بحترق. او يمديني ادوس على الابيض. اه اوكي، او المثلج هذا بارد يمديني ادوس عليه. اوكي اوكي، ليش احس في شيء هنا؟ اها او من هذا الطريق اللي احتاج اني اروح شكله. اه رجعني هنا. لا اوكي انتبه شوي شوي يا حبيبي. والله كويس اني لاحظته. انت انا ليش موجودين تحت اذا ما في مكان اقدر اروح 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 اروح, أروح ليها. دق 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 دق. بوم يا حبيبي. نوت يا كراش. انجلو اوكي اوكي دقيقة بس. ايوه اه رجعني من البداية، ما حصلت شوركات للحين. ايوه رجعت من البداية. اوه ما انتبهت لي. بسم الله بسم الله. آه. وقف محلك لا تتحرك. بوم شو تشيك بوينت. خليها تركب اتوقع افضل. نايس نايس نايس. انتبه انتبه. اوه اه تك 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 تك. اه المهمة الجانبية. نايس برابا. 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. لا يا يا اوكي يعني يبغوني اكسر هذا. ها اوكي كده والله. 1 2 3 4 5 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. نايس. تيريرين. أوكي. بوم 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 بوم. تبه تبه تبه. دن 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 دن. ترقنن. لا يوم قلت لا نطيت. شورت كات. دقيقة دقيقة اتوقع اقدر اضربه. ها اوكي هذول يطيحوا. انتبه دقيقة ايش في هنا؟ هنا في شيء. اها.
صناديق صناديق. ما في شيء؟ دقيقة أحس في شيء. يا لا ما في شيء. خلاص. أوب. تبع. 1 2 3. اوف استنى 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 يا حمار استنى. هذه اول مرحله. هذا وش اسمه نيوتروبي ما ادري وش اسمه العالم المجنون احصلها. هذول اوكي الصعوبه هنا في المراحل الجانبيه مراحل ومراحل كورتكس. اوكي والله شكلها صعبه. اوكي بوم 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 بوم. يس يس. اوكي اوكي يا حمار. يس. اوكي اوكي شكلنا في المستقبل بنحقر هالاقنعة لان كانت صعبة مرة. اوكي بوم بوم بوم. عندنا 60 روح. نايس ترارا. نايس. وصلنا إلى كورتكس باور طاقة كورتكس. ما أذكر هالمرحلة أبدا. هل هي المرحلة السيدة؟ هذه صعبة. هي هالمرحلة صعبة. اوكي اذكرها مرة صعبة هالمرحلة. اوكي ايش في هنا؟ اجل ايش في ذي الطريق اللي قبله؟ ونرجع الحين دقيقة. نايس. نايس اوكي. واو. اوكي والطريق اللي حصلت. طبعا ما اقدر اروح يمين. فيها جوهرة. اوكي اوكي كمل هنا. ليش كله يعطوني طرق جانبية؟ اوكي
تك 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 تك. اوكي هذا طريق شو اسمه. في فوق شيء. اوكي يس. دقيقة. اوكي هذا بودينا هنا. اوه بوي يلا نغامر. ما صار شيء. اوكي 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 رجعنا من هنا. شيك بوينت. اوكي نايس نايس نايس. ولي اوكي ما اتوقع يمدي نرجع. بوم 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 بوم. اوكي نايس. اوكي سهلة المرحلة. اتوقع لا اذكرها واحدة ثانية اصعب من هذه. نايس جود. اوه هذه الصعبة. نايس نايس. اوكي اوكي يا عبد الله ليش نضي الناس المرة. نايس اوه هذا يطيح. اوه شوف النضالة. لا تلومني خايف اطيح. اوكي شورت كات هذا شاك بوينت كله قول شورت كات. تعود على العاب دارك سولز. ايش صاير؟ يمديني اروح هنا؟ ما يمديني، ليش حاطينها عشان؟ اوكي دقيقة. نايس ايزي بيزي. لا منشكو ايزي. اوكي نايس. نروح ببرب. او اوكي ارصبوا لا استعجل.
نايس شوكا الشيك بوينت. كيف طلعت؟ اوكي بسم الله نايس. اوكي هالكرة هالكرتونين يولوا. اوه بسم الله اوكي اوه نايس اوكي ايزي ايزي. خلصنا نايس. ثلاثة كراتين ثلاثة كراتين لما دمرتهم هم الباقين اوكي. طب 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 واتوقع الان في باص ممكن توكسيك كويست. نو ما في باص الحين يمكن الباص اللي بعده. اوه هالمرحلة دي قلق خلاص. المفروض في كراتين جاية أو كراتين براميل. اول شيك بوينت اوكي نايس. اوكي نايس 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 نايس. اوكي صعوبة بدتنا الحين الصنادي او البراميل لا تنط. اوه اوكي وصلنا على الاقل وصلنا. خل ارمي هذا بس. شيك بوينت نايس. اسرع 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 اسرع. اوكي هذا شيك بوينت. نايس. ليش حاطيني هنا؟ اوب صرنا ورق. أفا أوكي النهاية وراه. قلع وبوم خلصنا هالمرحلة. تربا ما في جوهرة ليش؟ nearly perfect. بنسترايب بوترو
هذا اتوقع الباص بس طلع في هاللعبه وثاني اختفى ما صاروا يجيبوه. هو بورترو بوترو هذا الجانستا المافيا. دقيقة اذا عشق اني اروح اهجم عليه. نايس اسهل ما فيه ما افهم اسهل منه ما فيه. تعال ارجع ارجع يا حيوان لعب علي. اوكي اوكي ضربتين باقي. يا ود ما ضربت المشكله. اوكي 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 شوف هذه المرحله اللي واقف عليها الحين هذه تعتبر اصعب مرحله في كراش 1 بس بخليها الحلقه الجايه. بس اتمنى ان استمتعتوا بهالحلقه واذا استمتعتوا لا تنسوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهات اول ما تنزل وان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه. مع السلامه.